خدته سليم. ولك ابني هي عيشة اللي انت عايشة، بتسهر بالليل وبتنام بالنهار. ايه صباح الخير بالليل. امك اليوم اتصلت فيني وبدها تطمن عليك. امي ما يأست؟ كم مرة صرت قايل لها ما بدي كمل الجامعة العظيمة، بدي سافر. لك حتى لو بدك تسافر الشهادة بتفيدك. يا خالتو شو بدها تفيدني شهادة التربية وعلم نفس إذا أنا بشتغل دي جي؟ طيب شو صار موضوع سفرك؟ ما صار شي، بس إلا ما يصير. يلا أنا رايح. ولك تعال أقول لك تعال، بلا ما تدرس تربية وعلم نفس ادخل أدب إنجليزي بجامعة خاصة. أنت مو طول عمرك بتحلم تدرس أدب إنجليزي؟ لا، بدي أني أدخل علمي على أساس أنا رح صير دكتور فورا، وأنا جدول الضرب مالي حافظه، لا وبهم كمان. ولك حاجة تنق بوشي مثل أولاد الصغار. أنا وأمك صمدنا قرشين بدخلوك جامعة خاصة، بقى كبر لي عقلك وبلا ولدنة. طيب ماشي، اعطيني ايدك. يلا بخاطر أكي روح من وشي، حاج دهلزي بقى. ولك على مهلك على مهلك، مين لحقك بصاية؟ تعا تعا لهون تعا. شبك مستعجل؟ لسه ما صارت الساعة 8. بجوز رفقاتي يجي يسهروا عندي اليوم، فأنتي لا ترتعبي إذا حسيتي في حركة بالبيت، يمكن نسهر للصبح. ما أنتوا سهرتكم بتبدأ الصبح. يلا خاطرك. تعال قلك رفيف اتصلت فيك قال بدي إياك ضروري. طيب إذا حكت تاني مرة لهون قولي لي أنا سافرت على الضيعة. سليم هي عاشر مرة بتتصل فيك البنت بدي إياك، غلطان مع شي؟ خالتو أنا بشو بدي غلط معه؟ بس لك حاجة بس حاج، لك ليش عم تتهرب منها؟ ما عم تهرب منها خالتو، ما عم تهرب، بس هي البنت غليظة شوي، غليظة كتير. أنا بدي نفوت بريشي من بس. يلا بخاطرك. مرحبا. أهلا رفيف. أهلا وسهلا، تفضل. شكراً. السليم ماله هون؟ بعرف مشان هيك جيت. الصراحة مو عارفة شو بدي أقولك. خير؟ سليم زعجك بشي؟ لا لا نهائياً ما في شي من هالحكي. لك تفضلي تفضلي عادي تفضلي. عادي رفيف عادي. سليم من فترة شي شهرين طلع هو ورفقاتنا نشرة صغيرة كاريكاتورية. سليم طلع نشرة؟ يعني كل واحد بيعمل رسمة أو اثنين وبصوروها على حسابهم وبيوزعوها على الطلاب، وحتى مرات بحطوها على وحدة الإعلانات مع أنه ممنوع لأنه مو عن طريق أي هيئة إدارية أو رسمية. لحظة بدي تعيدي لي كل شيء لحتى أقدر أفهم. سليم عم يعمل منشير؟ لا 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 مش منشير، بس إذا بدهم ممكن يعتبروها هيك. وبتعرفي عنا شو ممكن يصير؟ صراحة أنا حاولت أحكي معه أكثر من مرة، وبالفترة الأخيرة صار عم يعمل كاريكاتيرات إلى علاقة شوي بالسياسة. أنا خايفة عليه كتير عشان هيك حبيت أجي وأحكي معك. منشير؟ ولك هذا اللي كان ناقص. مو على أساس عم تشتغل أنت بالموسيقى شو بدك بهالأكل الهواء؟ يعني أمك كان ناقصها؟ ما بكفي اللي صار مع أبوك وخالك من ورا السياسة والمساخر اللي شو طلع منها؟ ما عم نعمل شي خالته صدقيني. ولك لا تقلي ما عم بعمل شي. إذا نكتة بتكتبها على شقفة ورقة وبتوزعها على 5 أشخاص بصير اسمها منشير. خالته أنتي اللي موصلك الكلام كبره كتير. أساساً في معنى كم واحد من الشلة مدعومين. أيوة مشان بعدين تنطبش براسكن أنتو المعترين. لا تقلي مين موصل لي هاي المنشور بإيدي. شري شوفوا شو بتسمي لي هاد العلاك اللي راسمه وحاطط لي توقيعك عليه كمان. ولك مين مفكر حالك وين عايش انت بسويسرا؟ بدك تعمل حضرتك معلم، كمل دراستك وسافر لبرا وعمل لي اللي بدك اياه، بس هون لا. فهمان؟ فهمان. ممكن تيسر. ولك يا محلى يا محلى وقت كنت مفكرتك صايع ضايع وشغل جنان وموسيقى. 100 كلمة صايع ولا كلمة الله يرحمه. خالته تنيدك لبوسة. خلاص صدقيني ما عاد ارسم شي،
بس قصة الأمن يلي إجوا وتعبوا حالهم مو قطع بمخي. فيك تقلي لي مين إجا خبرك؟ إي لا سيدي ما راح إلا، وروح تيسر على شغلك، وإذا بدرى أي شيء عن هاد العلاك يا ويلك. طيب ماشي متل ما بدك، بس أمي ما في داعي تضرب القصص. إذا خايف عليها كل هالقد لا تخليها تسوح وتنوح بالشوارع وراك مشان حضرتك تتسلى مع رفقاتك. تأمري أمر. يلا باي خالتو. أنا كم مرة قلت لك لا تجي لهون؟ لو ما في شي ضروري هلا. شو هو الشي ضروري؟ أنا قلت لخالتي مشان النشرة اللي عم تعملها. مبسوطة حضرتك هلا؟ يعني رعبتيها بلا طعمة؟ وأنت بتعرفي إنه مستحيل يطلع من عمرك. لا مو مستحيل، ما بتعرف شو ممكن يصير عندك. بعدين أنا خفت عليك بدل ما تجي. شكرا. كريم ليش هيك عم تعاملني؟ خليني أروح. ما بتعرفي ليش هيك عم عاملك؟ وأنا ما بعرف ليش هيك عم عاملك. غريبة رفيق، بلا ما نفتح دفاتر قديمة ونبكي ونعتب. هلا أنت عم تقولي إنك خايفة علي من بعد ما تركك صاحب الكشك يلي تركتيني مشان، لأنك ما بدك تأذيني، وأنت يا سليم طباعك صعب حدا يتحملها. لك رفيف، أنا تركتك مشاني؟ رجعنا لاستغباء العالم. لك رفيف، أنا ما يستبني تبعك، بعدين أنا غير متوفر بالأسواق. معك حق، أنا لأقول لك أنت شو لازم تعمل. أنت بتروحي بالدوري على واحد معه فرنجين ثلاثة، وبنفس الوقت يقبض صحباتك. تذكري لما قلتي لي إنه أهلك ما بيخلوك تتأخري برات البيت؟ فكرك هلأ قديش الساعة؟ سليم أنت كثير قاسي، ويوم من الأيام رح تعرف إنك كنت ظالمني. على بالك تأجري يا خالتو، بكرة بيجوكي ناس لا على مزاجك ولا على هواكي، أو بيطلعوا حرامية مثلا، شو عرفك شو بيصير؟ بدي اترك لخياطة. والله القعدة ولا الماكينة دبحتني. بعدين لو ما كان عندي كم مسكونة يعني صابرين على مواعيدي كنا تبهدلنا. ما عم ترضي ادفع أنا بالبيت، طب اعتبريني مستأجر. اسكت اسكت وانضب. بتعرف عم فكر كتير اترك المركز، حابة كتير ارجع الضيعة. انا هون وبعد كل هالسنين حاسة حالي لحالي، على القليل هنيك في اخواتي بتسلى انا وياهم. اي تلفزيون مثل الخلق والناس ما رح تقدري تشوفي، ولا تطالع ولا تفايت. اي مو احسن ما اقعد هون اتصفن بالحيطان لحالي؟ ربي قطاط تتونسي. ايه رح ربي قطاط وخواريف. اشتغل اشتغل من تمساكت احسن لك. ما عرفه مين رفه؟ رفيف شبنا. انت شاطر بس تنظر علي وتقولي انك ما بتتسلى مع بنات لانك مو خرب زواج. يعني انت منين بتعرف؟ بعدين انا ما عم تسلى عليها، بس عن جد منين بتعرف انت؟ لك هذاك اليوم وشفناها هون بالمحل. ايه وانت هلا لحقت تتعرف علي؟ أدريس عن جد أنت واحد مو طبيعي، يعني يا عندك كبت يا عندك هوس. طب طول بالك، هي مو لها علاقة بكلية الآداب بالجامعة؟ إيه معي بالجامعة. خلص زوجها لخزامة له علاقة بنفس الكلية، خزامة بتعرفها، وهداك اليوم كنا طالعين وشفناها. ريفي ما بيكفي كل واحد لسه بشوطني شكل؟ هداك عمار مدري شو عامل لي، والتانية مدري شو عاملة، هلا كله بيتحملوا أنا؟ ما بتحملي شيء أبدا؟ بدك كل شيء على مرايك مثل ما بدك؟ خلتو ما في داعي القوي، ما في داعي. مالك سامع صوتهم؟ على فكرة شكلهم جماعة مرتبين. هلأ بين أي اثنين إلا ما صير خنايق قبل الزواج. بعدين أنا متأكدة إنه الناس أوادم ومرتبين، 5500 ليرة بالشهر مو حاكين شي. أي معك عم. طيب إذا إجت أمي وين بدها تقعد؟ بتنام معي بالغرفة، وبعدين الصالون فاضي. بس بدي أفهم أنت ليش متزاول منهم؟ ما بيكفي كل واحد لسه بشوفني شكل؟ هذاك عمار مدري شو عاملني، والتانية مدري شو عاملة،